عفوا نحن عدنا من علينا ولا ادخلنا في تجربه لكن جينا من الشر المسيح يسوع ربك وقوى المجد امين. بارستاس يسوع أو بنوتا بنسوتي رسوس بخريستوس جابرسكي بازينكو نبر بسنير شبتنير ابتا سويرون ابدن بنتن شاري اطاي ونوصاي ان صفون مار انترفو بوس انتباري ايرون خمباي صفا متير انتبنون تنهيرين نبان جيبان دكرتو ربشوي سبنو سبنوتي ببندقراتور افيوتم بن شويس وبنوت وبن سوتيرسوس بكريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك اشفقت علينا وعضضتنا واتيت بنا الى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبات كديسي منهم بصراحة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قواه آت العدو كريالا إيسان تن أج أم بيوت نم بشير نم بنا ومكواب تتريك اسحواب إن أمو سيدي
نسأل واطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذي رخذوا آبائنا وأخواتنا. اطلبوا آبائنا وأخواتنا الذين رقدوا
وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، أبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس الناعم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايا. نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرم من حسن الكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توانعت تفريدك بشر وقد لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم، فأنت ربك صالح ومحب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيح الرزقسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد فواحد باسمه، وكل واحدة فواحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوس فليحموا ليستحق ملكوت السماوات، وأما نحن فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين. ربنا تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة مباركة أنت يا رب يا لابان زاد بركة اسمك قدوس مملوء مجد الأبد أمين، فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء في الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمنا عدلك، مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك، مبارك أنت يا رب يا رب رحمتك دائما للأبد أعمال يديك يا رب، لا لأنك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا طلبت ربك لترحمني وخلص نفسي، فأنا اخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصنا علمنا نصنع مشيئتك، لأنك أنت ولاي وعندك ينبوع الحياة، بنورك يا رب نعاني النور، فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيمين القلوب، لك تجر بركة، لك حق التسبيح، لك أنباغ التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن الأبد أمين. جيد والاعتراف في الرب وترتيل اسمك العلي أن يخبر برحمة دوس الله قدس القوي حل ذا اليوم تلد صلب عنا الحمد، دوس الله قدس القوي حل ذا اليوم تلد قوم الأموات صعد للسماء الحمد، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكلها وأنا ضاد بكل آمين. أيها الثالث قدس ارحمنا، أيها الثالث قدس ارحمنا، أيها الثالث قدس ارحمنا، يا رب اخذنا خطايانا، يا رب اخذنا أثامنا، يا رب اخذنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك واشفيهم من أجل اسمك قدوس. أبانا وأخواتنا الذين ركضوا دربان النفوس، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا رب عنا قلت البطن ليك، لان لك المجد والعزة والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين، اجعلنا مستحقين كل بالشكر. يا ابانا في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للذين ظلمونا، ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح صار بين لكم امبارح صاصي صاد بان شو يسمينا هللويا شرنا تنتي ويا راسي يسوع باسم يلعو
Eto jem barsenës në sinjën e venti, ma e snot së marë më bjegër e stonës. E një ojtë e brosë që e shoja pishirim, rritë ke në vinan i vërë. Shere që e tasë mi sinë në bjojnë i talë mi, bjegër e stot bën noti, ti barsenës së së uëvë. E të ojëm shoj zeri e gënë, të vëronaj në një si që e të ke në vinan i vërë. Ti barsenës marijën, ti së oto konë së së uëvë, ti e brosë të Te bgenu sën të të metromi. Arë të zëbina rejën bo, narë për sësë, arë bo, 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 së të bërëm, u sënë më lojë më lëgjeni novi. Shere në o ti e barë se e në ti o ro e mi e në e Sal benzin xeno soy xeno esmin sal beno gons xeno eho eneten şayn jeo asahni ense ons fiyetem sejenni Tafriti e tavogosen gje David hembib Salmos gje fes maru utin gje fi es ne io Khen frane me pshojs en te nigom Balen ona En sok aksepte bi esmo Totav goke volem bi saji En te David bib nevmatu foros Je evol genro eran kojen alui En bayriti Eve go e mose o se rofen o ne si av je fai be emme no il o sanna kini e te cho si fai be emme o ron besrai Ani o e me pshoin se ni shirien te fnoti Ani o e me pshojnë sen u o unem u taju E shlil o i e volem benuti Khena han zog sologe i e ines mojnë Zog e fnoti e fe e shavra gen gjebi Sanachin yetet shosi Fai bevorom bes
إسرائيل فاسمروا تنجب اسنيو خين فران امام شايس انتاني قمتنا سرطين داود المرتل ملك إسرائيل نطق بكرامة هذا العيد العظيم هكذا قائلا إن من أفواه لا تخافي يا ابنة صهيون هو ذا ملكك ياتيك راكبا على جحش يا لهذا الطوار كمولات هذه النبوات البعض أخذوا صعوف النخ وأغصان الزيتون وآخرون فرشوا ثيابهم في الطريق صنع في الأعالي هذا رأي المبارك التي باسم رب القوة نسبح سنسيل مريم خن في قوة صائب شوي صوينا من بسم نريد استوبهم وفي أهري أقول كتب ريتي أتنقو سنجي طبيت كبير صالمت شيء أصفوه رأس سنجي سلمون موتيروس خن بيغو انتني غو جتا سونيو وطا اشفيري طابولي سمي يروساليم عطي ميني غاري روس خن عن مشراني بتشوسي جعبي ايبول خن بكيبوس خوسي يتصد بنار تي بارسي نستي أورو أمين أليسيني شير شونشون تبنجي نصاري إغفو لانين إمانويل تي أوري شفنار شي انجيلوس سي او ايراتو ايفيرم نوت بيم سام بي بانتو كراتور شم شم مستريونيتي ميخائيل بابي هوي اتغبيل بجمع اسنا رافائيل بابي
Oril se zakil sara sil mana neil naynesh tenere vroini es awal nestove moferiejem bisoy. Dostam ebered vitéros, kentiek ekklesián tenisok, bemmisie vosérof, fin ometat mankevo, se varem ga emmol. Jage os, oze os, kéhen soni matalet sohú, agi os, kesseros, nétabe kodipsois manton nohú. Agi os, a szanatos, ez moet klereno, Meia mare beknai nimte kereni oyen soften bekla oy. Eko evo eko evo eko evo choice saba oden fenemen kai me evo tembek omo nembek tayo. Afshen goy simbi allelu yashor nani fi owe owe ma oji agiyos. أمين الليل يا بي أعوى بنوتي بيل وبسبين أريا كنت إسراتيا أنجلي كنت ابني طغمان براني ونتفان النوبي رانيبول مركز بي أبوستال سوى بي وأنجلستي بي مصري خاني ام كافت بيمونو جنس النوتي ايا كرو ايني روني تنبك فانجيليو تاكت صابون بيوت نبشيري نمبر نمو اسخوة تيني والخين بقاكي اقون بيقوي ني امي اتمون بيقوي تيب اون خطف ايه بس تيب والخين اذفل اشي اسمون اخرين سلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول ماري مرقص ناظر الإله من الرب عنا يا ناظر الإله الإنجيل مرقص الرسول يغفر لنا خطايانا أبا بطرس يرو مارتيرو سوى نار شيبس كوبوس افتي انت فيبسي كيف مو ان اتشافي يوم بفلاوس باشر افسن رميو اشن تتريا سيس هو بالطقر النيور صوز وبصوز بشبير شبشتني اس هو ابا بطرس بمكاريوس بذرون سواف انت ابنوتي برفتي زفونتي بيقوهي لاجي كونت بخريستوس في صوتين بين صوتي اربين اشتنا رشير فنرم شهير نعاها صنن بسنان بدرومي بي ويسوا في نار شير افسقوا انو مولوغتيز بابا أفا بترويز بمن إصاو إتنول من شويس هرية مغوبين إشتنار شيهرت أفا بتروس يرو مرتي روس تفكان إنو بينا نبول شو بين صور سمسي قل خن سنفترنتي صوتو كوستو ينبر سنو سنسيون بن ماتي أم في طريق ماس من صوتي رن آغاز ستبولي نخيسي والعارون السمن لنتبهيري سلام لك يا أيتو العذراء الملك الحقيقي الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوي أيتها الشفيعة المتمنى
عرش سيام ونعظمك يا من نور حقيقا وجهك الضراء القديس مارن والانتلاء لأنك لا تلان مخلص العالم وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فقر الرسل كلين الشهداء تهليل الصدقين سبات الكنائس وغفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس له واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب لك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق ساولا في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب جلس عن يمين أبي وأيضا يأت في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه إقراء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حتى أمين تنقل تنقل خايتك كيانا قاسي سنتني رمال أتنم بأل خدت بأل Yeah.
Christin Repsalinit Goem Moiselli Amen.
شاي ستني قوم صنع في الأعالي زهو ملك السراء المبارك التي تعاني وبيت فاجي عند جبل الزيتون لما أرسل المسيح تلميذيه من هناك فحللتني والجحشي وأتي بهما إلي وفرش ثيابهما عليهما فجلس فوقهما ولما قرب المسيح إلى نواحي أرشالي فرحت الجموع أطفال العبرانيون نطقوا بالتسبيح سمائي أصنع في الأعالي هذا هو ملك إسرائيل شهدت معلم الكنيسة أيضا صرخوا قائلين مبارك الرب يسوع الذي أتى وخلصنا ونحن أيضا نسبحه اصعد إلى الجبال العالية يا مبشر صهيون، ارفع صوتك بقوة وبشر أورشليم، وكل مدن يهوذا هوذا ملكك يأتيك وأجرته معه وعمله قدامه، مثل الراعي الذي يرعى قطيع غنمه وبزراعه الرفيعة يجمع الحملان. قومي زيني أبوابك فإن ابن الله آت وهو يخلصك بطهارة وسلامة، هوذا جميع بنيك يأتون إليه بفرح صارخين قائلين أوصنا لابن داود. ولما قرب من بيت فاجي عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلاميذه قائلا امضي إلى هذه القرية التي أمامكما فتجدا جحشا مربوطا وآتانا معه فحلهما وآتياني بهما، فإن قال لكما أحد شيئا فقولا له إن الرب يحتاج إليهما. فلما جاء التلميذان كما قال لهما وجد الآتان والجحش مربوطين فحلاهما وأتي بهما إليه كي يتم ما قاله الرب من قبل النبي قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك راكبا على آتان وجحش ابن آتان. يا للعجب العظيم، إن الجالس على الشيروبيم ركب على جحش آتان كالتدبير،
فإنه هو الجالس على الأرض ولم يترك السماوات، متكئ في حضن أبيه وكائن بأورشليم. أولاد العبرانيين فرشوا ثيابهم قدامه، والشاروبيم معا يسترون وجوههم بأجنحتهم، وهم يمجدون باستحقاق بشفات لا تسكت قائلين: مبارك هو مجد الرب في سلمون جبله المقدس. وهؤلاء كانوا يسبحونه قائلين: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، هذا هو ملك إسرائيل مبارك الاتي باسم رب الكون. مبارك يسوع المسيح الذي أتى ليخلصنا. ولما قرب يسوع من منحدر جبل الزيتون صاعدا إلى أورشليم، ابتدأ جميع محفل التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم من أجل القوات التي رأوها، صارخين قائلين: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، هذا هو ملك إسرائيل. وصلنا في الأعالي، هذا هو ملك إسرائيل. وفي الغد لما سمع الجمع الكبير الذين جاءوا إلى العيد أن يسوع سيأتي إلى أورشليم، أخذوا سعفا بأيديهم وخرجوا للقائه وهم يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، وجموع العبرانيين الكثيرة خرجوا لاستقباله وفرشوا ثيابهم في الطريق التي يسير فيها مخلصنا. وقوم منهم قطعوا أغصانا من الشجر وجاءوا بها بفرح وفرشوها في الطريق، والذين كانوا يسيرون أمامه والذين خلفه كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، هذا هو ملك إسرائيل مبارك الاتي باسم رب الكون. افرحي يا ابنة صهيون، فإنه قد جاء ملكك بمجد وكرامة وعظم بهاء راكبا على جحش، والجمع يمشي أمامه صارخين قائلين: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، هذا هو ملك إسرائيل مبارك الاتي باسم رب الكون. صرخوا قائلين: أوصنا لابن داود، مبارك الملك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي، هذا هو ملك إسرائيل. يزهر قضيب من أصل يسى، وتصعد زهرة وتطلع من وسطه، ويستريح عليه روح الله، روح الحكمة وروح القوة، روح الفهم والمشورة وروح العبادة، ويملأه الروح من مخافة الله. يا لهذه الأعجوبة العظيمة، الجالس على الشاروبيم والسارافيم يسبحونه ويغطون وجوههم من أجل لاهوته، تفضل اليوم وركب على جحش أتان كالتدبير من أجل خلاصنا. يباركونك في السماوات ويمجدونك على الأرض،
ويصرخون قائلين أوصنا لابن داود. أوصنا في الأعالي هذا هو ملك إسرائيل مبارك الأتي باسم رب الكون. أوصنا لابن داود أوصنا في الأعالي هذا هو ملك إسرائيل مبارك الآتي باسم القوات ولعظمته المجد الدائم إلى الأبد أمين. أوصنا خني أتشوسي فايب بورو بس رايل فس مارو أتنج أسنيو خنفرا أمف شوي سنت. Get on now, my dear. الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباطق الديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا Before
مخافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته. شیر مبنوتیتون بیونا شایلی بیوفا بنوتی بی طاهر بركاته على جميعنا. مبارك ناتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب. رتبوا عيدا في الواصلين إلى قرون المذبحين. ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا وملكنا كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. الفصح بستة أيام جاء إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه يسوع من الأموات. فصنعوا له وليمة في ذلك الموضع وكانت مرثا تخدمه. وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم رطلا طيب نردين فائق كثير الثمن ودهنت به قدمي يسوع ومسحتهما بشعر رأسها. فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه الذي هو يهوذا سمعان الإسخريوطي الذي كان مزمعا أن يسلمه
لماذا لم يباع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للمساكين؟ وهذا قاله ليس عناية منه بالمساكين، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه، فقال يسوع دعوها إنما حفظته ليوم دفني. لأن المساكين معكم كل حين، وأما أنا فلست معكم كل حين. وعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس من أجل يسوع وحده، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة أن يقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا من أجله يمضون ويؤمنون بيسوع. الاب والابن والروح القدس الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. كل سنه وانتم طيبين. نبتدي اسبوع الالام. امبارح كان ختام الصوم، وعلى طول النهارده نبتدي اسبوع الالام. يا ريت برضو ان احنا نركز في اسبوع الالام، يكون فرصه للصلاه والعباده والتفرغ شوية من الانشغالات الكتيرة، ويبقى الأسبوع ده فرصة لنا إحنا كلنا أن إحنا نتفرغ للتوبة وللصلاة والعبادة. النهاردة بنسميه سبت العازر، وتقرأ الصبح في القداس إنجيل العازر، وده البداية في الأسبوع الألام. ولازم الكنيسة كانت تبتدي بإقامة العازر، لأن طبعا المسيح داخل في آلام كتيرة عشان الناس ما تتشككش وخاصة التلاميذ. فمعجزة إقامة العازر فيها حاجات جميلة جدا جدا، أنا هتك عليها سرعة كده كذا نقطة كده، مش يعني مش شرح كبير، بس عشان نلقط إحنا شوية معاني جميلة في المعجزة دي. ويريت ناخد بالنا كل واحد ياخد له بقى أي معنى من اللي إحنا هنقولهم دلوقتي. وكان إنسان مريضا وهو العازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت مريم التي كان العازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب ومسحت رجليه بشعرها. أول لقاء في المعجزة دي، أول ما بيذكر على مريم ومرسى أخوات العازر، قال ركز على مريم اللي سكبت الطيب عند رجلين المسيح. وده أول لقاء حلو. يعني اللي عايز يمشي مع المسيح خطوة بخطوة لازم يكون فيه لقاء فيه مشاعر وفيه الطيب وفيه السجود وفيه العبادة. دي البداية
أم تلاقي النعمة تبقى غزيرة بعد كده. فأرسلت الأختان، خلي بالكم المسيح لسه بعيد عن المكان، فأرسلت الأختان إليه قائل، بعتوا له رسالة، رسالة للمسيح يعني، قالوا له إيه؟ فأرسلت الأختان إليه قائلتان: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. بس هي دي الرسالة اللي راحت للمسيح من مريم ومرسى إخوات العذراء: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. ده العرض اللي بيتقدم في الصلاة اللي مفروض يكون، أنا قلت موضوعي وسيب ربنا يتصرف. هنا ما فيش طلب، ما طلبوش، قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض، ولا قالوا له شفيه، ولا قالوا له تعالى اعمل كذا، ولا قالوا أي حاجة. هو يتصرف. المسيح يشفيه على طول، يشفيه بعد مدة، يسيبه يموت ويقومه، لكن أنا بقدم حالي وأسيب ربنا يشتغل. والحكاية دي قالتها أمنا العذراء تماما في عرس قانا الجليل، فاكرين في عرس قانا قالت إيه؟ ما قالتش حاجة، هو ذا ليس لهم خبر بس، وتسيب المسيح يتصرف. فدايما صلواتنا وعبادتنا ان احنا نقدم ظروفنا ومتاعبنا ونسيبها في ايد ربنا، واحنا واثقين ان هو هيتصرف. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله. المسيح لما وصلته الرساله دي قال المرض ده مش للموت، مع انه عارف انه المعاذر زمانه يمكن يكون مات، يعني ساعه ما وصلت الرساله دي على ما وصلت غالبا يكون العذر مات، لكن هذا المرض ليس الموت بل ايه؟ دي اهم حاجه عند المسيح، بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. كل اعمال المسيح لاجل مجد ربنا ليتمجد الله. حتى لما جه قوم، لما قالوا له المولود اعمى، هذا اخطا ام ابواه؟ قال لهم لا، هذا اخطا ولا ابواه، ولكن ايه؟ لتظهر اعمال الله فيه. دايما مجد ربنا هو الاول، وخلي اعمالنا كلها تمجد ربنا. هل انت بتعمل اعمالك تمجيد الله؟ هل تصرفاتنا بتمجد الله؟ او هل بنحط مجد ربنا الاول؟ ولا مش مهم مجد ربنا ده؟ وكتير من الناس اهانت الله، لكن دايما الهدف هو مجد ربنا. فخلي بالك ان يكون مجد ربنا هو في كل المواقف اللي احنا عايزينها، وده هدف المسيح، يتمجد اسمه. حتى لما المسيح بيعمل معجزه مش عشان يتباهى بالمعجزه، ولكن لكي يتمجد الله او يزيد الايمان او الناس تعرف ربنا اكتر. وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر. المسيح كان يحب ايه؟ خليكم معايا، مرثا كان المسيح بيحبهم، يحبهم هم بس وانتوا لا؟ بيحبهم هم بس وانتوا لا؟ ما على حسب ما انت حالك يا عم. يعني افرض البيت بتاعي ده زي بيت العازر، بيت حلو، في مريم اللي بتقعد تحت رجلي المسيح، في العازر الانسان القديس ده، وفي مرثا، المسيح يرتاح هناك ويحب يقعد عندهم. لكن لو البيت بتاعي كله شوشره، والراجل عمال يزعق، والست عماله تشتم العيال، والتلفزيون مش، طب المسيح يجي ازاي؟ طيب يقعد هنا ازاي؟ خلي بيتك زي بيت العازر ومريم ومرثا عشان المسيح يرتاح فيه. ده كان المحطه بتاعه المسيح، انه رايح جاي ما يرتاحش غير في البيت ده. فكان بيحبهم جدا، مش بيحبهم يعني ما بيحبش الباقي، ولكن هم عندهم حب كبير للمسيح، فبيبان المسيح بيحبهم. فكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر. فلما سمع انه مريض، خلي بالكم الكلام العجيب اللي في الانجيل يوحنا ده، شوفوا المسيح عمل ايه. فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. يا سلام يا رب، بقى انت تسمع ان حبيبك العاذر مريض تغيب وتاخر. لما سمع انه مريض اخر نفسه يومين كمان،
هو له هدف. ساعات الله لما يتأخر إحنا بنزعل، ساعات الله لما بيتأخر إحنا بنزعل، ولكن دايما دايما ما تبصش على تفكيري أنا الخاص الصغير ده، بص على عمل ربنا العجيب وتدبيرات الله التي تفوق العقل. إيه الحكمة يعني إن أنت يا رب تسمع للعذر مريض أم تتأخر ما تروحش؟ قال لك في هدف كبير، في هدف كبير، وهيوصل يكون العذر مات بقاله 4 أيام، هو قاصد إن يبقى له 4 أيام. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. دايما المسيح بيعمل أعماله في الأوقات الضيقة جدا. يعني ساعات تبقى عندي مشكلة، تقعد مشكلة تزيد 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 تزيد، هو عشان يتمجد اسم الله في الآخر. فما تقلقش، أحيانا ربنا يترك شوية عشان يتمجد اسمه أكتر، والمعجزة يبقى لها تأثير أكتر على الإيمان. فما تقلقش لما ربنا يتأخر عليك، أو ما تقلقش لما ربنا يسيب المشكلة تزيد شوية. وبعدين ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا. أنتوا عارفين أن بيت عنيا اللي كان فيها بيت العازر دي قريبة من أورشليم، يعني تبعد حوالي 3 كيلو تقريبا، مش بعيد عنها، ودي في منطقة اليهودية اللي فيها الهيكل وفيها الفريسيين والكتبابة والناس اللي هم طول النهار وطول الليل يتأمروا على المسيح. فالمسيح قال لهم يلا بينا نروح اليهودية عشان يروح عند العازر. قالوا له يا سيد، فقال له تلاميذ يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك لما كان في اليهودية أو كان في أورشليم، كانوا عايزين يرجموه، وتذهب أيضا إلى هناك؟ ده كانوا عايزين يرجموك في اليهودية هتروح برضو؟ هو المسيح أولا هيخاف يعني؟ ولا المسيح قدامه هدف هيتراجع عنه؟ عمره ما يتراجع. حط الهدف قدام عينيك. المسيح حط الصليب قدام عينيه، مفيش حاجة عطلته أبدا. فإن كان عايزين يرجموه، لكن المسيح لا يخاف، ويعلم التلاميذ ما يخافوش. والمسيح يواجه المواقف كلها، وهو حاطط ساعة موته، هو اللي محددها. يعني لما جم مرة عايزين يمسكوه مشي فوسطين ما شافوش، دلوقتي عايزين يرجموه ما قدروش، لأن الساعة بتاعته ما كانش جت، وقت ساعته هو اللي محددها. حتى جم قالوا إيه، احنا مش هنقدر نموت المسيح في الفصح عشان الدوشه بتاعت الناس تبقى عدد كبير، مبقاش في شوشره، خليه بعد الفصح. لكن المسيح مات امتى؟ هو اللي محدد، رغم ان هما ما كانوش عايزين يصلبوه في الفصح، لكن المسيح عشان هو محدد انه يتصلب في الفصح حصل غصب عنهم، وانساقوا بكل قوه يكملوا مؤامراتهم، واستعجال واستعجال عشان المسيح هو اللي محدد انه يتصلب في وقت الفصح. اما المسيح رد على التلاميذ قال لهم ايه لما قالوا له انت هتروح اليهودية وهناك عايزين يرجموك، هتروح ازاي؟ رد عليهم رد جميل ومهم قوي. اجاب يسوع، ليست ساعات النهار 12؟ ان كان احد يمشي في النهار لا يعثر لانه ينظر نور هذا العالم. قال لهم في وقت نور وفي وقت ظلام. 12 ساعة كان دايما عندهم بيقسموا اليوم 12 ساعة بالنهار و12 ساعة بالليل. قال لهم أليست ساعات النهار اللي هو النور يعني 12 ساعة؟ أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم. إحنا ماشيين في النور مش هنخاف. وانت لما تكون بشغلك وعملك كله في النور مش هتخاف من حاجة. لكن هو المشكلة الانسان لما بيقعد يشتغل في الظلام بقى هو ده اللي يضطرب ويخاف. لكن قال لهم احنا بنشتغل في النور. وبعدين المسيح كمان عايز يقول ان انا النور،
ولكن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم العاذر حبيبنا قد نام. وعارف المسيح إن العاذر مات. العاذر حبيبنا قد نام. في نظر المسيح الموت خفيف قوي 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 نوم، لكن في نظرنا احنا صعب قوي. احنا بننظر الموت نظرة صعبة جدا، وفعلا هو بالنسبة لنا اخر عدو زي ما قال الكتاب. لكن لو الانسان يعني مرتبط بالمسيح كويس هيبقى الموت خفيف قوي، ويبقى الموت بالنسبة للمسيح مجرد نوم. حتى الموت بتاعنا احنا لما اي انسان فينا بيموت يقول لك فلان رقد يعني نام، ما احنا كلنا هننام بس هننام نومنا طويلة قوي لغاية يوم القيامة هنوم برضو. فكل احبائنا اللي ماتوا دول نايمين، ما فيش موت عندنا، احنا ما عندناش موت، عندنا رقاد ويبقى في اليوم الاخير يقوم. عشان كده المسيح قال لهم العذر حبيبنا قد نام. طبعا التلاميذ ما فهموش ايه نام يعني ايه ما ينام ما يقوم. قال هذا وبعد ذلك فقال تلميذ يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى. قالوا لو كان نام يبقى ايه هيتشفى، دي نوم العافيه بقى يعني يقوم. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية العاذر مات وأنا أفرح لأجلكم. العاذر مات وأنا أفرح. بقى يا رب يسوع المسيح العاذر يموت تفرح. هو ده الفرق بيننا وبين المسيح. أنا العاذر يموت لما قلت لك، لما أقول لك العاذر مات هتزعل، مات هتزعل. لكن بالنسبة للمسيح لأنه شايف اللي جاي وشايف اللي بعد كده وشايف اللي الترتيب اللي بعد كده يفرح. ففي نظري أنا لأني مش عارف غير اللحظة دي العذر مات يا عيني مات أزعل، لكن المسيح شايف بعد كده أنه هيقومه، عشان كده المسيح يفرح. نظرة تختلف من الإنسان لله. فالمسيح شايف اللي بعد كده أنه هيقومه، وعشان كده لما يقومه الإيمان يقوى. فعشان كده ده مهم قوي ان المسيح يقول لهم انا افرح عشان الايمان بتاعكم يتقوى. فقال لهم يسوع حينئذ عليك العاذر قد مات وانا افرح لاجلكم اني لم اكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب اليه. انا فرحان ان انا ما كنتش هناك وسبته يموت عشان انتم تؤمنوا والناس اللي موجوده دي كلها تؤمن، وده الهدف اللي يتمجد اسم الله. فقال توما الذي يقال له التوأم لنذهب نحن أيضا لكي نموت. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر. ربنا يسوع المسيح قاصد يسيب العاذر 4 أيام، ده قاصد. هو أول ميتين قبل كده يا ابنة يايروس كان لسه ميتة، ابن أرملة نايم بعد شوية، لكن هو قاصد يسيب العاذر يموت 4 أيام عشان الجسد بتاعه يتحلل. وحتى مرسى قالت له ده قد أنتن ده نتن. هو قاصد عشان يبين سلطانه القوي على الحياة كلها، يستطيع أن يحيي مهما وصلت الدرجة، ويستطيع أن يعمل المعجزة مهما وصلت الدرجة. هو قاصد يسيبه 4 أيام عشان يبين سلطانه الفائق على الحياة ككل، وإزاي إنه يحيي واحد جسده تحلل، لا في أعصاب ولا في جلد ولا في لحم بقى منتن، إزاي هي دي الحياة. فلما أتى وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرسى ومريم ليعزيهما في أخيهما. فلما سمعت مرسى أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة. غالبا تكون مرسى عرفت المسيح قرب، لكن مريم ما خدتش بالها. فطلعت مرسى جري
تقابل المسيح. أول ما قابلت المسيح قالت له إيه؟ فقالت مرثا ليسوع: يا سيد لو كنت هنا لما مات أخي. يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. يا مرثا، طب ولو ما كانش هنا المسيح ما كانش هيموت. طب وبعد ما مات يقدر ولا ما يقدرش؟ المسيح يقدر في كل الحالات، سواء جه بدري جه متأخر، وهو مريض وهو ميت يقدر. قالت له لو كنت هنا لما مات أخي. فالمسيح قال لها إيه بقى؟ قال لها سيقوم أخوك. قال بالكم الكلام الجميل، سيقوم أخوك. قالت مريم مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة. قالت له ما أنا عارف أنه هيقوم طبعا، بس يوم القيامة يعني في اليوم الأخير. أما المسيح رد على إيه؟ هيقوم في يوم القيامة. طب ما أنا القيامة والحياة. شوف المسيح جاب يوم القيامة جابه حالا، بتقول له سيقوم أخوك. قالت له سيقوم في يوم القيامة. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة. طب ما أنا القيامة يا مرثا، وأنا لسه هستنى ليوم القيامة. ما أنا القيامة، أنا القيامة والحياة. وكل إنسان يرتبط بالمسيح خد الحياة والقيامة، ومع المسيح ما فيش موت. أنا هو القيامة والحياة. يبقى هنا اللي واقف قدام مريم ومرثا وقدام الناس دي كلها القيامة والحياة، اللي فيه كل حياة البشرية كلها والخليقة كلها. يا سلام لما الإنسان بقى يلتقي مع المسيح القيامة. ده أنا لو عندي موت إيه وعندي إيه، بس ألتقي بالمسيح القيامة. قال لها يسوع سيقوم أخوك. قالت مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. كل المؤمنين بالمسيح لن يموتوا إلى الأبد. هنا بقى إيه الحياة الأبدية. أي إنسان مع حتى لو إحنا هنموت الموت الجسدي ده، لكن مش هنموت موت أبدي. كل إنسان مؤمن بالمسيح وعايش مع المسيح مش هيموت أبدا. تقول لي مش هتموت إزاي؟ ما إحنا كلنا بنموت. معلش هتغمض عينك لحظة لكن تدخل في الفردوس، وبعد كده تدخل في الأبدية، مفيش موت مع المسيح. لكن المسيح هو القيامة والحياة، لو بعدت عنه بقيت في الموت، لو التصقت بيه بقيت في الحياة. يبقى ايه هو الموت؟ الموت بقى الفظيع والصعب ان انا ابعد عن المسيح، والمسيح هو القيامة والحياة. ولو بعدت عن المسيح بقيت في الموت، ما بقيتش بعيد عن الحياة. فيا احبائي، البعد عن المسيح الموت والظلام والأبدية المظلمة. عشان كده امسك في المسيح كويس، هو الحياة، هو اللي يديك الحياة. أنا هو القيامة والحياة، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. قالت له: نعم يا سيد، أنا آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم. زار المسيح وهو بيكلم مرثا، سألها على مريم، فراحت جري وشوشت مريم كده قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. طبعا هنا يدعوك تحمل معنى أن المسيح سأل عليها. أما تلك فلما سمعت ففطت مريم، قامت سريعا وجاءت إليه. ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لقته مرثا. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها، لما رأوا مريم قامت عاجلا خرجت ليتبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر. فمريم لما أتت حيث كان يسوع رأته خرت عند رجليه، دي متعودة على السجود تحت رجلي المسيح، دي خرت عند رجليه قائلة: يا سيد لو كنت هنا لم يمت. نفس الكلمة بتاعت أختها. فلما رآها يسوع، خلي بالكم هنا مشاعر المسيح الجميلة بقى. المسيح شاف بقى مريم ومرثا متأثرين، طبعا أخوهم ما لهمش غيره، ومشاعر الموت صعبة،
والناس اللي بجاية تعزي كلها عمالة تعيط وحاجة موقف صعب جدا. فالمسيح اتحمق كده يعني. انت لما تكون انت في موقف بتاع حد عزيز ميت وتبقى بتتحمق كده مش قادر، فيقول لك هنا ايه؟ فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جمعوا يبكون انزعج بالروح. هنا انزعج بالروح مش المسيح عنده انزعاج، لا، اتأثر، اتحمق في داخله بمشاعر تجاه الناس الحزانة دي. وبعدين يكمل الكلام وقال أين وضعتوه؟ قالوا له يا سيد تعالى وانظر، بكى يسوع. طبعا بعد التأثر الداخلي ده والمشاعر اللي عند المسيح، نفس المسيح ايه؟ ابتدى يبكي. لأن للمسيح، خلي بالكو لو تحط الاتنين دول مع بعض، المسيح بيبكي والمسيح وقف قدام العازر بيطلعه من القبر وقومه، يبقى هنا المسيح ايه؟ إله وإنسان في آن واحد. المسيح بشريته كاملة وله مشاعر وله أحاسيس زينا، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. عشان كده شارك الحزانة دول هذا الحزن. وهنا برضو احنا ما نقدرش نلغي المشاعر البشرية. يعني ساعات ناس يبقى لهم موقف صعب، حد عزيز عليهم مات، ما اقدرش اقول لهم اسكتوا اسكتوا ما تعيط. لا، مش ممكن، مش حدش هيقدر يسكتهم، لأن دي مشاعر طبيعية في الإنسان. بس أهم حاجة ما يكونش الحزن حزن بلا رجاء. قال كده لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. في ناس بتحزن حزن بقى من غير رجاء خالص، ده اللي مش عايزه المسيح. لكن المشاعر والأحاسيس والطبيعة اللي تحس ده، دي حاجة مهمة. حتى ربنا يسوع المسيح شاركهم في حزنهم وبكى يسوع. فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عين الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ طبعا لسه كانت معجزة برضو شفاء الأعمى، كانت معجزة كبيرة جدا وعملت رجة كبيرة، لأن الأعمى ده كانش له عين خالص، المسيح خلق له عين. فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وقد وضع على حجر. قال يسوع ارفعوا الحجر. طبعا لازم المسيح يقول لهم ارفعوا الحجر عشان يبان القبر بما فيه بقى. حتى نفسه جت مرسى قالت له يا سيد قد أنتم، لأن له 4 أيام. هو بيقول لهم ارفعوا الحجر عشان يشوفوا الميت حالته إيه، وتطلع الريحة عليهم يحسوا أن الميت وصل إلى هذه الدرجة، عشان تبقى المعجزة جبارة قدام الكل. قالت له يا سيد، هنا مرسى لسه قايله له أنا أمنت. قال لها أنت تضعفي يا مرسى؟ يعني هنا الشدة زادت. يعني أخوها مات ودلوقتي بتشوفه في رائحته أقد أنت، ابتدت هتضعف إيمانها. المسيح قال لا، أنا مش قلت لك إن آمنتي؟ إن المسيح لحقها فقال لا يسوع، لم أقل لك إن آمنتي ترين مجد الله. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وابتدى يشكر الآب، لأن طبعا ما يفعله المسيح بيفعله الآب، هو والآب واحد. وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. ولما قال هذا، خلي بالكم بقى من هنا بقى القمة بتاعة المعجزة اللي احنا عايزين نحس بيها في حياتنا. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم. هو العذر فين؟ هنا جسده في القبر ده، وروحه فين؟ هناك في الهاوية. كل اللي كانوا بيموتوا كانوا بيروحوا على الهاوية في الجحيم. فهنا المسيح هو الإله، صوته راح هناك أعماق أعماق الجحيم وطلع العازر من الجحيم، أو روح العازر عشان تيجي في جسده، وإدى الحياة لهذا الجسد اللي كان نتن، وابتدى الجسد يرعش وتخش تدوب في الحياة والأعصاب والجلد واللحم وكله، ويطلع العازر حي. صوت المسيح الجبار، لأنه هو ملك الحياة، استطاع أن هو يقيم العاذر ويجيب روحه من الجحيم
العاذر هلم خارجا فقام الميت. وبعدين قال لهم قايم بقى بربط متربى زي ما كانوا مكفنينه، قال لهم حلوه. خلي بالكم المسيح دايما، احنا عارفين الحته دي، دايما يشركنا معاه. الاول قال لهم ارفعوا الحجر، دلوقتي حلوه. لازم المسيح يحب يشرك الكل معاه. عايز اختم بقى واقول احيانا احنا بنبقى وصلنا من الخطيه، والخطيه بتبقى يعني مخزنه في حياتنا، بتبقى ريحتها بقى طلعت. خلي بالك ان احنا عندنا خطايا كتير جوانا ما بنفسحش عنها، من افكار نجسه، من نيات وحشه، من خصام. ايه يا رب؟ ده انا ريحتي طلعت، ريحه الخطيه نتنه جدا. نحن نحتاج للمسيح الحياه لكي ما يقيمني من قبر خطيتي. لا يمكن ابدا هتقدر تغلب الخطيه وصعوبه الخطيه والخطايا المدفونه جوه واللي انا ما بفصش عنها واللي بعملها في الخفاء واللي هي ملوثه حياتي ومنجسه حياتي، وخلاص بقت ريحتي طلعت وميت في القبر، ماليش ما اعمل ايه؟ الخطيه دخلتني القبر، بقيت ميت ولا لي حول ولا قوه، لكن يوجد المسيح الذي يحيي. تعال خد المسيح النهارده الحياه، قول له اقيمني انا الميت، طلعني من نتن الخطيه واديني الحياه الجديده عشان احيا معك على الدوام. الله قادر ان يعطينا ان احنا ناخد المسيح في هذا الاسبوع. المسيح هو القيامه والحياه اللي يدينا كل يوم دفعه وكل يوم نعمه عشان نعيش معاه على طول. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. شيري لدروس في تبتونس من انصفتوين إهو ومالتونس باهيت بشويس إيسوس في تبخوس في فنجبي بيت هو السلام للعذر الذي أقامه بعد أربعة أيام. أقيم قلبي يا رب يسوع الذي قتله الشرير، جيف اسمروت جيف يوت نمم شيري نمبب نمم اسواب تتري سجي كبول تنوش تموس تنتي شليل فلوجيتي Προσευχήστος ειτε ειρηνή Παναγιώτης και το πνεύμα ειτε ειρηνή Αιδόν φέρνες αλλά Αλλάχ ελεύδο βταλκούλ Αβού Ραμπένα ελεύνα ουχαλισνά Ιησού αλμέσιε. نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم الكائن من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تادروس الثاني. يا رب ارحم حفظا احفظه سنين كثيرة وأزمنة سالمة. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل زينتها ونجينا كلنا
من الغلاء والوباء والزلزال والغرق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطي. من يا رب ارحم. تفضل يا رب اوات السماء وثمرات الارض في هذه السنه باركة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرصها لتكسر أسمار وعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنعنا معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. ايضا فلنسأل الله ضابط الكل وربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة. صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا. يا رب ارحم. أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنعها حسب مشيئتك المقدسة الطوبوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها لنا يا رب والعبيدك الآتي من بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم وأذلهم تحت أرجلنا سريعا الشكوك وفاعلي هبطلهم ولينقض افتراق فساد البدع. أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعاظمهم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسدهم وسعيتهم وشرهم وجنونهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفى. أمين يا رب أيها الرب الإله وليتفرق من أمام وجهك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة قلوب قلوب وربوات ربوات يصنعون إرادتك بالنعم والرفات. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا أدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة مارساسي صدبان شايس أسكي فلاسي مون توكيريو إكليناتي إنوبيان سايكي بروس خومين سمتا فوفو آمين. نعمتي يا سيد رب يسوع المسيح الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل الرباطات خط سمحيه الذي نفخ فوق تلميذ القديسين ورسلته وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم وغفرت لهم سمسكت انعمت زينة مليئة في الكنوات في كنيستك المقدسة ان يربي تحلي كل الذلك نسأل اطلب من صلاحك محب بشن عبيدك ابائي واخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا امام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل رباطات خطايانا كنا اخطانا ليك بشيء بعلم او بارك من جزع قول فعل وقول بصغر القلب فانت يا رب عارف ضعف البشر ضعف البشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحاسى شعبك امين. كريا ليس كريا ليس كريا ليس من الليلويا سبت لي كيوك أريد نعمتك نكتب
بشيري ام ابنوت افشي اقني يا رو سالي صوتي امون اوان اينا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ابلون صون امين اسمو ايرو تيمي تانيا قوني ايفون قنبي ازمو روب خريستوس بنوتي امين اسمو يا ملك السلام أعطينا سلام أقلنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك القوة والمجد والعزة والبركة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوت تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب والوحيد رب الأهل المخلص يسوع المسيح شركة ومهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي فينا صلاة نص الليل دلوقتي اللي حب يحضر معنا. بكرة في قداسين برضو القداس الأولاني من الساعة 6 بيبقى في الكنيسة اللي تحت والقداس الثاني بعد ساعة بقى متأخر على الساعة 7.
بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. قوم يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف امامك جسديا ننزع من عقولنا نوم الغفله، اعطنا يا رب يقظه لكي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاه، ونرسل لك الى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكاسي. المجد لك يا محب البشر. بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار الهنا في الليالي، ارفعوا ايديكم الى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك يا محب البشر. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني. طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأبد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائي، وليهرم من قدام وجه كل مبغض اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. هللويا. أصبحت نصف الليل المبارك، قدمها المسيح ملكنا والآن ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير وتلاتين معلمنا داود النبو الملك. بركات على جميعنا آمين. صاصص فصل الشريف انجيل معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر. بركات على جميعنا امين. حيث يشبه ملكوت السماوات 10 عذار اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حاكمات. فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا، واما الحاكمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. ولما ابطل العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وزر العريس قد اكبر، فقمنا واخرجنا للقاءه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكمات قائلات لعله لا يكفينا ويكن، فذهبنا بالحري إلى البيعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب.
واخيرا جاءت بقيه العذارى ايضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. اما واجب وقال الحق اقول لكن اني لا اعرفكن فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان مجد الابان. ولكم القول الله بسلام والمجد لله وشكر كريستوس وبدنا نسوس نمدو ما يسواب جاءك يكس من بينان ها هو زال ختنيات في نصف الليل توب العبد الذي يقدم استيقظا أما الذي يقدم تغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي ألا تسقلي نوما دول خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائلا قدوس 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 أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. سبتريك أيوك يا يبن فماتي تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت الباقة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل آه وزل قد أقبل. فانظر يا نفسي لا تنعسي لألا تقف خارجا قارعا مثل الخمس العذارى الجاهلات بل اسهري متضرعا كي تلتقي المسيح الرب دون اندسم ينعم عليك بعرس مجد الاله الحقيقي. انت يا اسول خلاصنا والدة الاله العذراء حسن المني غير المنسلم تلي مشرت المعاندين وحزن عبيدك ردي لفرح وحسني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتدفع عن سلام العالم لأنك أنت يا رجائنا يا والدة الإله. أيها الملك السماوي المعزر والحق الحاضر في كل مكان والملك لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة ألهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس والصالح وخلص نفوسنا. سبتريك أيوك يا أيوب نفماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام ألهم أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا ونجي نفوسنا. كينك أيك إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريا ليسون 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 قدوس 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 رب السباوط السماء والأرض ما لها تمد وكرامة ارحمنا الأرض بكل أيها سيد الخلود ارحمنا أيها رب معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ودقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا ألا صنع برأسنا بغير إرادة فعنا معرفة عن غير معرفة الخفية والظهرة يا رب اغفر لنا اسم قدوس الأزوالين كرحمتك يا رب وليس قطعنا وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء الشريف المسيح صار شوي سنين أنا للويا تسبحت الخدمة الثانية والخدمة الثالثة من نصف الليل المبارك قدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير تراتيل معلمنا داود نبو الملك بركات وعلى جميعنا أمين. يا رب صرخت في الحزن فاستجبت لي يا رب نجي نفسي مش في الظلم سيد العيش مع الصوت ومزاج سام الأقوياء مواقف المعجم غير لي فإن غربتي قد طالت علي طويلا سكنت نفسي مرارا كثيرا حاربوا من الصباح في الإسلام وأن كسلقت من شدة منهم أن يكتبوا علي على الظهر جلد أن خطوة فرس مور صديق من الطعام خطوة في التقوى من الأعماق صرخت إليك يا رب رب استمع صوت أنزان في مزاج إنسان الروح كنت لأسام راسا يا رب يا رب الناس قصاص يصفص الشريف إنجيل معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقول لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء المدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت إلى بيتك وماء رجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت ولم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالزيت قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: أن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام. والمجد لله دم الدين عميد تشغل سوس بكتن رسوس نما سواب جاكي أكسوت من نيلان. أعطيني يا رب نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم المرأة الخاطئة. اجعلني مسحقا بين قدميك اللتين اعتقتان من طريق الضلالة، وقدم لك طيبا فاقا واقتان لي عمرا نقيا بالتوبة. لك اسمع ذلك الصوت ممتلئ فرحا ان ايمانك خلصك. سامت بيك ايوك يا ايوب نظماتي. اذا ما تفنتمت في كثرة اعمال الرديئة ياتي على قلبي فكرة الجتين ونة الرهيبة تاخذني رعدة. اهرب اليك يا الله محب البشر، فلا تصف وجهك عني متضرعا اليك يا من انت وحدك بلا خطيه. انعم لنفسي المسكينه بتخشع قبل ان ياتي الانقضاء وخلصني. كينيك ايك سوسيون سونيون امين. السماوات تطبيقة الممتلئه نعم العروس التي بلا زواج، ونحن ايضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدتي لله. يا أم الرحمة الخلاص شفع من أجل خلاص نفوسنا. كيرينك آيك سوسيون سونيون آمين. أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا. سبت ريك أيوك يا أيوم نبماتي. لما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامة خلصنا ونجي نفوسنا. كينيك أيك سوسيون سونيون آمين. لما وقفنا في هيكلك المقدس نصبح القيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء تحل لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القابوس حاج الموت الذي ولد المزر حم. قدوس الله قدوس القابوس حاج الموت الذي صلب عن الحم. قدوس الله قدوس القابوس حاج الموت الذي قام الأموات سعسن في الحم. المجد للأب والابن الروح القدس الآن وقدور أمين. أيها سلوس قدوس الحم، أيها سلوس قدوس الحم، أيها سلوس قدوس الحم. يا رب افنا خطايا، ارفنا أسامنا، ارفنا زلات. يا رب افتقد برضه شعبك شوي اسمه قدوس آبائنا وأخوتنا الذين رقدوا ربنا أنفسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا من بلا خطايا يا رب عين وغزل البطن. مثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. واجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك ياتي ملكوت لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحسب اليك، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربك الملك والقوه والمجد ابد امين. السلام لك الاسئله قدس الممتلئ مجد العذراء كل حين والتلاء ام المسيح. اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. سلام لك ولدت الروح حقيقة المسيح العذراء القديسه. اسال الرب عنا لا نسرع مع انفسنا واغفر خطايانا. لك العذراء ملك الحقيقة ملك الممتلئ امانوئيل. اسال سكورينا تشفع المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكه الحقيقيه. السلام لفخر جنسنا ولدت امانوئيل. اسال سكورينا تشفع المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. قصاص يصفص الشريف انجيل معلمنا لوقا البشير والتلميذ والطاهر بركات على جميعنا امين. لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس، لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. لتكن احقاءكم ومنطقه ومصابيحكم موقده، وانتم ايضا تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لاولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق اقول لكم انه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، واذا جاء في الهزيه الثانيه او جاء في الهزيه الثالث ووجدهم يصنعون هكذا
فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقل. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فأنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوش سمك بخريستوس سمبك وتنا غصوص نبب نفماي ثواب جاك يكسوت يمون نينان بعين متحننا. يا رب انظر إلى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وبعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب أنزل إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني. بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينون لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص فإنك أنت ومحب البشر وحدك. يا باب الحياة العقلية ولدة الإله المكرمة، خلصي الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا. أيها الملك السماء المعزز الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات مواطي الحياة، هلما تفضل حل فينا ظهرنا وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنح السلامة خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نصبق القيام في السماء يا ذا الآن شباب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب الصفوات السماء والأرض مملوءات أمد وكرم ارحمنا رضا بكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا وغير إرادتنا، ادفعنا بمعرفة علم وغير معرفة الخفية والظهرة. يا رب اغفر اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس قطيعنا، واجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربك الملك والقوة ومجد أبد آمين. أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا نفهم أقوالك المحيي ونهضنا من ظلمة الخطية القاتلة النفس، واجعلنا أهل نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعال ولي يا مبارك أبي رس الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة خصامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل أنا الكثير الرحمة بشفاعة سيدتنا والتي لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض
مسجود له ومجد المسيح الآن الصالح الطويل الروح الكثير الرحم الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين وارحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد الداعي الكل الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن سائر الحياة شدنا العام البصير قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيات اشفى أمراضنا اخبر خطايانا نجينا من كل حد رضيع وجع قلب أحبنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين نصل اتحاد الإيمان فقد غير محسوس غير محدود بأنك مبارك ملان والأبد أمين. وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ونردعتنا اليوم وكفنا ذنوبا لكن حسب إلينا ولا تدخلنا في تجربة الجن من الشرير المسيح صار منكم ملك والقوة والمجد أبدا بسم الأب والابن والروح القدس. Την σύνοεμ σοινή σύρεν τεβιοίνεν την ώσεμ σοισεν τενίγον. Όπως εμπρέμ ουθνάν εμισόν την τενέν. Χέν ευζήν εσρεν οέρα την εμπέκεμ σον σωματικός. Έλειο εβολή την πεννός εμπήν εμεν. Μόιν άνιμ σοισεν ομετρέ φερνεμ φύν όπως εν την κατήν την οέρα την εμπέκεμ σον. Εμ ευνάβεν τέν τεβρόσεμ σιωόν την όρβεν. Εμ σοιν τη σεξολογία τερε βρεβε ουάντεν σασνεύ κοε βόλεν τεν νοβετό ζωγ σασί. Σρόβε εμπεζές μο εμ σοιν σνεύ αικεν τεύ σοι ζωγ σασί φιλάνες. Βενιέ το χέρα του χέν ευ εμ εν ιαβλίο εν τεύ εμ πενωτή ζωγ σασί. Σρόβε εν ερίχεν νιέ γόρφα εν ετην γίγε εμ σοιν εσό εμ σμο εμ σοιν. Δόγ σασί φιλάνες ρόβε εμ σοιν σε φες μο εμ. Εύολ χεν σιόν φέτα σαμιόν ετ φιλμ καί ζωγ σασί. Μάρι βέτι ο χον τεμ πέκ εμ σο εμ σοιν σε μακάτι νι κατά πεξα γι ζωγ σασί φιλάνες ρόβε εμ εί χον εμ πέκ. Και βάξι ο μα κατά πεξα γι μάταν χόι ζωγ σασί φιλάνες. Ερεν αις βοτο βεβεν αις μοες όβεξ ένιτ σαβεν εκ μισμί δόξα συμφίλαν εις ρόβε βάλα σε φέρ νησά γενίγεν δούλη τύρο χάν μισμίν εις δόξα συμφίλαν εις ρόβε μάρες σόβεν γέτικ γίγευνα με γενίγεν δούλη αίρι βίθι μην ερωούς δόξα συμφίλαν εις ρόβε αίς ισού εμπεκ όβεκ νόμους βιτα μιλητή δόξα συμφίλαν εις Εσέ ονειτάει ψυχό, εσέ σμόε ροκόνι και βεβέρ, μου εσύ νερόι ζωγ, σας η φιλάνε σωρόβε. Ζωξέ πετρί και ο και άγιο πνευματί ζωγ, σας η φιλάνε σωρόβε. Δύο εμε φιότ, εμε ψήριν, εμε βδομάιν, σου εμε γεντίνον, εμε σάιν, εντρι ενε τύρο αμή, δόξα σοι φιλάνε σου ρόβι. Ποιον αγκή μαϊρόν άπασος, ποιον τεκμάβεν παρσινός, την γέσο ατύρο ετάγ, δόξα σοι φιλάνε σου ρόβι. Ζουξάσι ο μονογενής, αγκέτρι εσε λεϊσόν ημές, δόξα σοι φιλάνε σου ρόβι. Μάρε τον πεντζέ ευνούτι μάρο κούρε, βόλεν τζέ λευκάζει τύρο μάρο κούρε, βόλεν πάε τί Βικλέον δε μάλλον σοβεν χεμπές μάνεν σοεν σοεν αμάνεις βάνεις βάε βίρεν πέκος. سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبحوا الرب يا كل الأرض سبحوا الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو مسبح جدا مهوب على كل الآلهة هللويا أشكر الرب بالقصار ومزمار زي عشرة أوتار رتلوا له سبحوه بتسبيح جديدة ورتلوا حسنا بالتهليل لأن قول الرب مستقيم وجميع أعماله بأمانة هللويا
محب الرحمة والعدل، الأرض مملوءة من رحمة الرب. سبحوا الله ورتلوا لاسمه، اصنعوا طريقا للراكب على المغارب، الرب اسمه. فليتهللوا امامه ويضطربوا امام وجهه، فان اب الايتام فانه اب الايتام وقاضي الارامل. الرب ربنا مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها، لأن عظم بهائك قد ارتفع على السماوات، من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحان. هللويا. رتلوا الرب الساكن في صهيون، حدثوا بجميع أعماله في الأمم، لأنه طلب الدماء وذكرهم ولم ينسى صوت المساكين. هللويا. في وسط الجماعة أسبحك وأنطق باسمك بين إخوتي، يا جميع خائف الرب باركوا، باركوه مجدوه يا كل زرع يعقوب، والتخافه جميع نسل إسرائيل. هللويا. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. هللويا. فليفرح جيل صهيون ولتتهلل بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، اطلبوا صهيون وحوطوا بها وتكلموا في أبراجها. هللويا. أنت الله الذي لك النشيد في صهيون، وتوفى لك النزور في أورشليم. هللويا. مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، مبارك مجد اسمه القدوس إلى الأبد. بوقوا في رأس الشهر بالبوق في يوم عيدكم، لأنه أمر لإسرائيل وحكم لإله يعقوب. هللويا. تعالوا نصر بالرب ونتهلل بالله مخلصنا. فلنسبق ونبلغ ونبلغ بوجهه بالشكر ونتهلل له بالمزامير، لأنك أنت يا رب إله عظيم. هللويا. سبحوا أيها الفتيان الرب، سبحوا لإسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشارق الشمس إلى مغاربها اسم الرب باركوه. هللويا. بيت إسرائيل اتكلوا على الرب وهو معينهم وناصرهم، بيت هارون اتكلوا على الرب وهو معينهم وناصرهم، يا خائف الرب الذين اتكلوا على الرب هو معينهم وناصرهم. هللويا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنتهلل ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل طرقنا، مبارك الآتي باسم الرب، قرروا عيدا في الواصلين إلى قرون المذبح. فرحت بالقائلين لي، لنذهب إلى بيت الرب، وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة التي اتفاقها من هذا إلى هذا
لأن هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون لاسم الرب الذين يتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول إلى الدهر الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه باركوا الرب فإنه صالح باركوا الرب يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا يا بيت هارون بارك الرب يا بيت لاوي بارك الرب يا خائف الرب بارك الرب مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم سبحوا الرب لأن المزمور جيد وبإلهنا يليق التسبيح الرب يبني أورشليم ويجمع مفارق إسرائيل بارك الرب يا أورشليم بارك إلهنا يا صهيون لأنه شدد عمد أبوابك وبارك بنيك فيك الذي جعل السلام في حدودك وأشبعك بدسم حنطته فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على ميابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الكيسادا يا رب خلص شعبك بارك ميراثك ارعهم وارفعهم إلى الأبد من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب باركوا علي باركوا علي هامتا يا اغفروا لي يا أبائي وإخوتي صلوا عني بالمحبة أسألكم أذكروني المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين يسبحون الملك المسيح قائلين هوسانا في الأعالي أشعياء تكلم في نبوة قائلا افرحي يا ابنة مدينة صهيون تهللوا أيها الأنبياء والصديق لأن السيد المسيح أتى ليخلصنا هو ده العبرة
بارك من أجل سيدنا المسيح الخالق. مبارك أنت يا ملكنا الحامل الحبيب، وصلنا لابن داود مرتل هذا في عيد الشعن الذي لا دون سيد وربنا يسوع المسيح، لأنه من الآلهة يشبه السيد. وصلنا لإلهنا في العالي. مبارك أنت بالحقيقة إن نحن لنرى مدينة الرب مع حل القام وأيضا جبال الإقراني موضع صلب ملكنا ومغارة وأرض الأردن محل مغفرة الخطايا ومعمودية يوحنا، نحن لنراها عيانا. فاحرسنا أيها المسيح وأعنا لنرى سبح الرب لنا بتسبح واتل وقولوا هكذا آمين الليلويا. نسبحك ونباركك لك القوة والمجد نخدمك يا ملك المجد. هؤلاء الأطفال الصغار يسبحون عمان سلام للقيامة وأورشليم والسجن وجبال السعود وجبال إكرانيون. أنفس أبانا نيح أيها المسيح من أجل أمك والتل إلى مريم العذراء. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. تونت يا بوس جاموسيس نمن شيرم بإسرائيل تيوزين تمشو سوى أكبر إسرائيل مالين وصف شوي جيخنو وغرابي تشيهو أصوت
في الآية
الصغر أعددت سبحانه. وقال أيضا مبارك الآتي باسم الرب إلى آخر الأزمنة من سل الأنبياء ونبواتهم قد كملت اليوم على صهيون لأنه أتى ليخلصنا من ضيقاتنا ومن أجلنا ركب على جرح أخذ الشعوب فأخذ زيتونا وفرشوها في طريقه مع الثياب وكانوا يصرخون ويسبحون ويمجدون على الدوام بغير سكون المجد لك أيها السيد ملك نعمانوي وصلنا في الأعالي ملك إسرائيل افرحي بتيقظ وتهللي أورشلي لأن الله الجالس على الشروبين نعم فيه